خمسة أشياء يمكنك القيام بها اليوم حتى تغير من دبدباتك وتحصل على دبدبات الثراء الوفرة والمال. إذا أردت الثراء في حياتك، استمع لهذا الفيديو واستعمل قانون الجد لصالحك. مرحبا بكم في قناة لحظة تنوير، قناة الوعي والمعرفة والتنوير. كما تعلمون، الدبدبات جد مهمة في قانون الجد، لأننا لا نجذب ما نريد، بل نجذب ما نحن عليه. وحتى نصبح على دبدبات ما نريد، يجب علينا القيام بأشياء حتى نجعل من هذا الشيء يحدث. سوف نقوم بالحديث عن هذا. أولاً، عندما نتحدث عن الدبدبات، يجب أن نفهم أنه من الممكن تغيير الدبدبات، وأسرع طريقة هي تجاوز العقل، وذلك باستعمال التوكيدات. وهذا لأن العقل قد تبرمج طول مراحل الحياة. مثلاً عندما كنا صغار، الآباء كانوا يقولون لنا عندما نريد شيئاً: لا، إنه غالي جداً، أو لا يمكننا شراءه لأنه ليس لدينا المال. كل هذا يبرمج عقلك ويرسخ معتقدات سلبية عن المال. وهكذا يمكننا تجاوز هذه المعتقدات عبر استعمال التوكيدات. كل صباح يمكنك استعمال أبسط شيء. لا تقل أنا محتاج أو أريد المال، لأن ذلك يعني نقص المال. وفي قانون الجذب، ما أنت عليه هو ما تجذبه، وإذا كنت في تفكير نقص، هذا سيجذب لك نقص أكثر. بدل ذلك، استعمل كلمات مثل: أنا ثري، أنا غني، أنا قوي، المال دائما يأتي إلي، أنا أجذب المال أينما ذهبت. بهذه التوكيدات تستطيع جذب المال والثروة والوفرة إلى حياتك. سوف أضع لك رابط لفيديو توكيدات المال في صندوق الوصف، يمكنك الاستماع إليه. عليك الاستمرار بهذه التوكيدات لمدة شهر أو أكثر، حتى تستطيع أن تغير من المعتقدات الغير مفيدة وتدخل بدلها معتقدات إيجابية. ثانياً، تصور كما لو. بعدما قمت بالتوكيدات، أصبح العقل الآن يصدق بأنه من الممكن تحقيق ذلك. عندها تغمض عينيك وتتخيل وترى كل الأشياء المتعلقة بالثراء والتي تريد جذبها لحياتك. يجب عليك رؤيتها بكل وضوح، لأن الوضوح هو القوة. عندما تتخيل، تصور كل التفاصيل، كن هناك. وحتى تستطيع أن تتصور أكثر، أحط نفسك بأكثر من صورة أو علامات تذكرك بما تريد. مثلاً، يمكنك صنع لوحة الأهداف ووضعها في مكان تستطيع رؤيتها كل مرة. مثلاً، أمام سريرك، حيث تستيقظ كل صباح ترى صور الثراء أمامك. ثالثاً، أشعر كما لو. كلمة مشاعر بالإنجليزي تعني emotion، وهي energy in motion، أي طاقة في حركة. عندما تتصور الشيء الذي تريد، تصور كل الأشخاص حولك، وكن هناك معهم، واشعر بالسعادة، وكيف هو ممتع أن تكون هذه الأشياء في حياتك. لذلك، تأكد من أن تشعر بكل ما تريد. رابعاً، شبكتك هي صافي ثروتك. عليك أن تكون محاط بأشخاص أثرياء حتى تتأثر ذبذباتك وتصبح ذبذبات ثروة. كل شيء هو طاقة، والطاقة هي كل شيء. باختلاطك مع أشخاص أغنياء، تؤثر في عقلك اللاواعي وتتبنى أفكار ومعتقدات إيجابية متعلقة بالثروة والمال، وتتأثر أيضا واعيا بقيامك بأشياء يقوم بها الأشخاص الأثرياء، وبهذا تصبح مثلهم. خامسا، لوحة الأهداف للحياة الحقيقية. ما معنى هذا؟ مثلاً، لو كنت تريد شراء سيارة أحلامك ولا تستطيع شراءها الآن، اذهب إلى محل بيع السيارات وشاهد السيارة التي تريد، وتصرف كما لو أنك ستشتري السيارة.
إنه مثل لوحة أهداف حقيقية أمام عينيك وليس مجرد صورة أو مجسم. إنه التصرف كما لو، ربما ستفكر أنه مزيف وغير حقيقي، ولكن في الحقيقة الكون يستقبل ذبذباتك فقط. إذا تصرفت بصفة متقنة سوف ترسل رسالة إلى الكون عبر ذبذباتك، وبهذا سيستجيب الكون ويعطيك على حسب ذبذباتك، على حسب ما أنت عليه. إذا أفادك الفيديو واستمتعت بالمشاهدة رجاء اضغط على لايك، وإذا كنت جديدا في القناة اشترك الآن واضغط على الجرس حتى يصلك الجديد. موعدنا يتجدد كل يوم اثنين والخميس. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.